مصنع جزائري والوحيد المختص في إنتاج الكوابل ذات الضغط العالي، تحدي رفعه فريق طموح قرر الانخراط في ديناميكية الوطنية المحفزة للمنتوج الجزائري. عنده عام دوكا من 2016 هذا دخلنا في التسويق. اليوم كما راكم هنا كاينين جماعة تاع سونغاز جاونا على جال لومولوغاسيون تاع لا اوتونسيون، هذا هاو التوري هذا واجد باه يروح لومولوغاسيون في الخارج، ويعني ان شاء الله كنت تكون تشجيعات ورايحين نزيدوا نطوروا. راه كاين كوابل، كاين لي كابل سبيسيو هذو تاع المصانع، كاين كوابل تاع سيارات، كاين تاع تيليكومونيكاسيون لا فيبر اوبتيك. سواعد شابة اندرجت في هذا السياق. يا ان جروب سي كونستيتوي يعني من جزائريين 100% اللي عندهم دي زيكسبيريونس في الكابل، كل واحد في الدومين تاعو. قدرنا يعني بفضل الله تعالى يعني التوفيق من عند ربي نلحقوا وين نصنعوا كابل 100% الجيريان. ليس سهلا ان تستثمر في صناعه معقده المعايير كهذه، تتطلب جهدا بشريا وتقنيا مضاعفا. ان تصيب في ذلك وامكانيات جزائريه خالصه هو النجاح بعينه. لازم نصنع اطارات جزائريه مستوى من التكنولوجيا العالي. والشيء اللي شفتوه اليوم انه الكابل 60 كيلو فولت هو التحدي لنا باطارات 100% جزائريه. في الجزائر موجودين شركات اذا اجتمعت مع بعض نو سوم كاباب ديكسبورتي نوتخ سافوار فير بو رياليزي دي سونترال الكتريك. ويبقى الاستيراد هو اكبر مشكل يعترض هذا المصنع القادر على تغطيه الاحتياجات الوطنيه من هذه الماده والطامح الى تنويع منتوجاته. من مجرد فكرة استثمار عربي إلى واحدة من أهم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وحدة لإنتاج مختلف أنواع الكوابل والوصلات ومؤخرا التجهيزات. السويدي كابل أول مؤسسة وأول منتوج جزائري من نوعه ينجح في ولوج الأسواق الأوروبية وسط منافسة عالمية. توصل لغاية 50 مليون دولار تصدير لأنحاء متفرقة سواء في أوروبا أو في أفريقيا. تصدر لدولة زي إيطاليا أو أسبانيا أو فرنسا، المعنى اللي وراه كبير جدا إن إحنا مش تقدر تقتحم أسواق فيها خبرات في نفس الصناعة ودول عريقة في صناعة المهمات الكهربائية، فلابد إنك تكون على نفس المستوى من الجودة وفي نفس الوقت تقدر تنافس على المستوى السعري. الفرع الرائد في إنتاج الكوابل في الشرق الأوسط وإفريقيا برقم أعمال سنوي في حدود 50 مليون دولار دون حصة سوقية عمومية لإنتاج 50,000 طن من كوابل النحاس والألمنيوم ذات الضغط المنخفض وكوابل الآلات والطيران الجوية. إحنا معانا عقد واحد فقط مع جهة حكومية يمثل حوالي 5% من حجم عملنا. 95% من حجم أعمال السويدي هي ما بين التصدير والخواص والشركات المالتي ناشونال والشركات الأجنبية اللي بدأنا في هذا النشاط مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة في فعل مشتركين في مشروع طرحات دولة سولار إنرجي وداخلين فيه بقوة. عندنا مجموعة من المشروعات القائمة فعلا في مشروعات التوريدات الكهربائية التوريد والتركيب موجودة فعلا في السوق، احنا داخلين بقوة في هذا المجال. المشروع الذي يعد الاستثمار الأجنبي المباشر الأول من نوعها من حيث الحجم في مجال الكوابل وقلة المؤسسات التي استطاعت التكيف مع تعقيدات النظام المالي الجزائري. احنا الحقيقة عشان نتفادى أي مشاكل في التحولات المالية بنعمل خطوتين. أول خطوة إن أنا لابد أكون مأمن على قيمة السلعة مع شركة حكومية وطنية للتأمين، دوت بيعفيني من أي مشاكل تقابلني مع البنك المركزي، ده أولا. ثانيا إن أنا بتعامل مع العميل بتاعي بخطاب ضمان بنكي أو إنسي، فدوت بيخلي المبالغ المالية مؤمنة بنسبة 100%. سعر العملة الصعبة مش مفتوح ولا كان هيوصل لأرقام كبيرة جدا، فالدولة النهاردة بتوفر لي العملة الصعبة دي خاصة طالما أنا مصنع وبجيب بيه خامات أولية، أنا مش بجيب بيه سلع استفزازية ولا سلع استهلاكية. تعتبر المؤسسة خطوة مهمة في مسعى التنمية في منطقة المغرب العربي، لا سيما مع تطلعاتها الوحدوية الهادفة إلى الشروع في إنتاج مختلف تجهيزات الطاقة النظيفة على المدى القريب.